إن هذا المشروع يكتسي أهمية كبيرة، خصوصا أنه يوفر الماء الذي هو عصب الحياة للمناطق المحتاجة، كانت تعاني من أجل الحصول على حاجيتها الضرورية من الماء. وتتعزز أهمية هذا المشروع لكونه يأتي ضمن الجهود الساعية إلى محاصرة تفشي كوفيد-19، كما أنه يمثل أحد الدعائم الهامة لبرنامج فخامة الرئيس الجمهورية محمد بن الشيخ الغزواني، الحريص على تحسين ظروف المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية في كل جهات البلاد.